طيب حالة الغضب تلك من بعض الأخطاء في مشاهد معينة في هذه الأعمال الدرامية، يعني مثلا الإمام الشافعي هذا العمل الدرامي وجدت فيه أخطاء لا تتسم مع الحقبة التي يتم التصوير فيها أو عنها من خلال تجسيد هذه الشخصية، مثلا أحد أحذية الماركات الرياضية الشهيرة ظهرت من خلال هذا العمل الدرامي، النظارة الطبية كانت حاضرة أيضا لدى أحد الممثلين، فبماذا تعلق على مثل هذه الأخطاء التي راقبها كثيرون وبالفعل تحدثوا عنها؟ والله دلوقتي معروف ان المسلسل التاريخي او العمل التاريخي هو من اصعب الاعمال، لانه بيتطلب زي ما حضرتك تفضلت تحقيق تاريخي، وان انت يعني كان ليا اصدقاء مهندسين ديكور واشتغلوا في اعمال تاريخيه عظيمه جدا، كانوا بيقولوا ان احنا بنقعد نقرا كتير جدا علشان بس نختار نوع جلابيه او عمه او حاجه تناسب مع الحقبه، وبندور على سكتشات، ولما ما بنلاقيش سكتشات مرسومه بندور على كتب او قصات او روايه لحد واصف فيها اللبس بتاع الفتره دي، ونقعد نرسم سكتشات تخيليه علشان ننشئه. ولكن انا عايزك برضو يعني سبحان الله، هي المفارقه ان الغلط التاريخي الكتير جدا في الاحداث الحقيقيه زي ما حضرتك تفضلت مرتبط بغلط في الوصف بتاع الاشياء، زي ما حضرتك قلت مثلا حد يطلع لابس حذاء رياضي او حد يلبس نظاره طبيه اخترعت في 1800 في 1800 يعني يستخدمها هو في احداث فات عليها 1500 سنه 1600 سنه او 1400 سنه.